افتح لك العصير؟ لا الف شكر بالهنا والشفا. طب تاخد كيكه؟ شكرا يا فندم. ماشي يا سيدي براحتك. مش هتقولي بقى ايه حكايه الدبله اللي كانت في ايدك وقلعتها فجاه؟ خناقه كبيره ولا خناقه صغيره ولا تكونش خناقه من خناقات موسم الرجوع للمدارس؟ خناقه من خناقات كل يوم يا ضنايا يا ابني. ما انت كنت بتتخانق معاها كل يوم. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه انت هتفضل ساكت كده ولا ايه؟ لا ونبي خد ودي معايا في الكلام كده. خلي بالك انا لو قعدت ساكته اتجلط او المصحف ما اقدرش. خد بحسي كده ربنا ياخد بايدك. وبعدين احنا لسه سكتنا طويله. لا والمصحف ما هينفع. لا شوف لك حل. مش هينفع بس لازم تقول حاجه. قول اي حاجه اقسم بالله. اتكلم معايا في اي حاجه. ايوه فك كده يا عم الحاج. فك كده واضحك. محدش ياخد منها حاجه. اسم كريم ايه؟ رشدي. حصل لنا الشرف يا استاذ رشدي. انا بقى محسوبتك ليدي. لا والنبي هبص رجلك اقسم بالله ما هقدر. والله العظيم مش هيفضل بنفضل ساكتين كده. لا والله العظيم هتجلط. بس انت معذور. اصل كل اللي بيطلق ده بيحس ان هو لوحده في الدنيا اللي حصل له كده. مع انه لو بص حواليه هيكتشف ان احنا كتير. احنا؟ اه احنا. ما انا كمان كنت متجوزه واتطلقت. اه والله. هقول لك. خلاص ما تزنش. هقول لك اتطلقت ليه. انا هحكي لك بس خلينا نبدا الحكايه من الاول. وانت لسانك ده في حد يستحمله؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ بقول الحق. حق ايه؟ ما تستهدى بالله يا محمد. وهو في راجل استحمل الكلمتين اللي هي قالتهم له؟ طب لو امك قالتهم لي بقى تفتكر ان انا كنت هستحملها؟ اللي دخل امها في النص دلوقتي. اسكت انت مالكيش دعوه. خليها ترد عليا. رد يا بنت عليا. انا قلت له الحقيقه. انا عشت معاه زفت. ظروفه وحشه زيه زي ناس كتير. بقى بدل ما توقفي جنبه وتساعديه تقولي له الكلام ده. تساعده؟ عايزها تنزل تشتغل وتصرف على بيته كمان. انا ما قصدتش كده. انا اقصد انها تهون عليه. مش كل شويه تفكروا بقله حيلته. اديك انت قلتها. قله حيلته. انا ايه اللي يخصبني اعيش مع واحد قليل الحيله؟ عشان جوزك وابو ابنك الوحيد. ولا كل دول مالهمش لازمه عندك؟ انت بتكلمني زي ما يكون اللي طلبت منه يطلقني. ما انت ضغطتي على اعصابه لغايه ما خليتيه عملها. ده اصلا ما بيحسش. لا عصام خش جوه دلوقتي. على فكره بقى الواد ده لو نفسيته باظت هتبقى انت السبب في كده. انا ولا ابوه؟